بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم اسمكم خالد هشام، ثانية أسنان فرع العنترة جامعة سينا. هكلمكم النهاردة عن حاجتين مهمين جدا. أول حاجة هبدأ بيها الريبس. الريبس عندي في الأناتوميكال بوزيشن وضعها صحيح كده، دي الرايت ودي الليفت، وضعهم صحيح في الأناتوميكال بوزيشن، تمام. هتكلم أول حاجة عن الرايت، يبقى في هنا حاجة اسمها الهيد، وأول كونستريكشن بعد الهيد حاجة اسمها النيك، يبقى النيك دي بتيجي بعد الهيد. في حاجة تالتة اسمها التيوبيركل، وعندي حاجة في النص هنا اسمها الكوستال جروف. الكوستال جروف دي بتبقى حاجة في النص هنا كده. في آخر حاجة عندي اسمها انتيريور اند. الانتيريور اند دي بتبقى زي ما انتم شايفين بتبقى راوندد اور كابت، راوندد اور كابت، تمام. وعلى العكس في الليفت بتبقى نفس كل حاجة، الهيد والنيك والتيوبيركل ورا، وعندي الكوستال جروف في النص هنا، وعندي في الآخر حاجة خالص اسمها الايه؟ انتيريور اند. الانتيريور اند دي برضه نفس النظام، راوندد اور كابت. كده خلصنا الريبس. هنتكلم بعد كده عن اللانجس. اللانجس دي عندنا برضو نفس النظام، بتتقسم رايت وليفت. الرايت عندي بيبقى هي الوحيده اللي فيها تو فيشر. الفيشر الاول اللي اسمه ايه؟ ترانسفيرز فيشر، وده بفوقه الابر لوبز. واول حاجه خالص عايز اقولها اللي هي في حاجه فوق اسمها ايبكس. الايبكس فوق والبيس تحت، ونفس النظام في الليفت. هنتكلم عنها. الايبكس فوق اول حاجه تحت بالظبط، اول حاجه اسمها الابر لوب، وبعد كده ترانسفيرس فيشر، وبعد كده في حاجه اسمها الميدل لوب، وبعد كده في حاجه عندي ميل كده، الميل ده اسمه بليك، يبقى بليك فيشر، تمام. وتحت البليك فيشر في حاجه اسمها اللور لوب، في حاجه تحت عندي اسمها بيز. وبكده خلصنا الرايت لانجس. هخش بقى على الليفت. عندي فوق برضه نفس النظام، ايبكس فوق وبيز تحت. يبقى في الرايت ايبكس فوق وبيز تحت، وفي الليفت ايبكس فوق وبيز تحت. في عندي هنا نسيت اقولها، اللي في هنا حاجه اسمها الميدل، دي بتبقى اقرب للسنتر، ميدل بوردر، وعند ميديال بوردر، وعند اللي هو الابعد من السنتر حاجه اسمها الايه؟ اللاترال، تمام. الليفت في حاجه اسمها ايبكس فوق وبيس تحت نفس النظام، بس هنا في الاوبليك ده فيشر واحد بس، هناك كان في اثنين. الفيشر اللي هنا اسمه اوبليك فيشر، المايل ده، تمام. فوقه بالظبط في حاجه اسمها اللي هي المنطقه دي كلها اسمها الابر لوبز، واللي تحتها بالظبط اسمها اللور لوبز، تمام. المنطقه دي اسمها ايه؟ كاردياك نوتش. المنطقه دي اسمها كاردياك نوتش، ودي بتبقى الايه؟ اللي اقرب للسنترال. كده اتكلمنا عن اللانجس وعن الريبس، تمام كده.